محطتنا التالية مشاهدينا لها علاقة كبيرة بالصورة، فالصورة لها استخدامات عديدة، منها من نستخدمها للذكرى، ومنها من نستخدمها لإثباتات، ومنها اللي نستخدمها للتغطيات ونقل الأخبار. فالصورة قد تكون أصدق من الكلام. نتناول في حلقتنا اليوم النوع الثالث مع ضيفنا، لكن بعد ما نشوف التقرير التالي من إعداد خديجة الكوهجي. حمزة طالب حق فعاليات الحرف الشعبية في مدينة الشباب، وشفناه هو يحاول يصيد اللقطات العفوية بكاميرته. خلونا نعيش يوم من حياة حمزة مع التصوير. مصور حمزة طالب، صباح الخير، يا اهلا فيك في هلا بحرين. اهلا وسهلا فيك. طبعا يعني شفناك وانت تتجول في مدينة شباب 2030 والكاميرا صادتك، الكاميرا الفيديو. خبرنا بس يعني اكيد كانت لك بدايات في هذه المجال، شلون بديت يوم كنت صغير ولا؟ والله يمكن قد يستغرب يعني الواحد، للأمانة يمكن البداية ما كانت بداية مبكرة يعني، ولا يعني يمكن كانت بداية متأخرة، لكن أقدر أقول أن بدايتي مع التصوير بدأت من يعني من مطالعتي للصور ومتابعتها يعني على سواء عن طريق مواقع الإنترنت، عن طريق الجرائد. طبعا شيء طبيعي، أي واحد إذا يبي يشوف خبر يطالع صورته أول شيء، صح؟ فكان هني الإلهام يعني، وكانت هني البداية أنه خلتني أنا يعني أنا أفكر في مجال التصوير ويعني واهتم بها. شو اللي جذبك أكثر، الصورة العادية ولا الصورة المشغول فيها مثلا فوتوشوب وألوان وحركات؟ لا بالعكس أنا قبل لا أصور كنت أصمم يعني أصمم. لكن اللي عجبني يعني اللي شدني في الصورة هي اللحظة اللي أنت الصورة اللي تعبر عنها الصورة. يعني الصورة طبعا هي تجميد اللحظة للحظة معينة من حدث. طبعا أنت ما تعرف بعد هالحدث شنو راح يصير وشنو صار شنو كان قبله، فيفتح يعني مجال الخيال للواحد إنه هو يتخيل هذا الشيء، وهذه اللي أنا يعني محمدي بالكاميرا. يعني أنا أشوف الكاميرا من ساعة كنت تصور فيها أنا يعني شكرا. دائما تشوف هذه الكاميرات اللي عدساتها ما شاء الله كبار. اليوم شو الكاميرا والعدسه اللي تلبي احتياجات حمزه؟ والله يعني هي اللي تلبي احتياجاتك ولا في بعد؟ لا هي واحده ما تكفي. ما تكفي. هي مو على الكاميرا، هي عاده على العدسه يعني اللي تستخدمها. طبعا يعني كاهتمام التغطيه الصحفيه دائما عندك عدستين تستخدمهم، يا انها تكون عدسه زوم مثل هذه اللي تشوفونها، او انها تكون عدسه وايد انجل.
اللي تاخذ فيها يعني اني بورت، يعني تاخذ فيها مساحات واسعه حق اي تغطي مهرجان امور مثل هذه. فهي على العدد في النهايه، حتى الناس يقولون ليش شايل الكاميرتين فعاليه كلها ربع ساعه وتمشي قدام، لا انتم عليكم يعني الموضوع كله في العدسه حمزة. الموضوع كله في العدسه، يعني العدسه يعني باختيار العدسه المناسبه تبدا يعني تطلع باللقطه المناسبه. واحيانا بعد الواحد يحط احيانا يكون تشالنج انه مثلا ما كانت عندك عدسه، يعني انا تميت سنه بدون هالعدسه اللي تشوفها، بس الحين انا ما تشوفني هذه يعني. زين يعني حمزه انا شفتك كنت تصور قبل ان نبتدي وتدخل على الاستديو. شنو الاشياء اللي تجذبك تقول انا ابي اصور الحين اطلع كاميرتك وتصور؟ ما تقدر تمسك نفسك. والله شوف دائما اي فعاليه او اي حدث يعني انا احضرها ابي احكي قصتها، وقصتها احكيها عن خلال الصور. وحتى انا ما يعني ما اعيد ترتيب الصور لما اعرضهم بعدين، اخلي الصور نفس الترتيب اللي انا اخذته. يعني احنا شفنا هاللقطه مثلا كان اللقطه يعني صار شيء وبعدين صار شيء بعده، فانا دائما احافظ على الترتيب واحاول اني احكي القصه. اذا شفت لقطه تشدني عن القصه او تبعد عن القصه هذه فانا ما يعني ما اعرضها واكتفي بنشر المناسبين القصة. يعني يمكن حمزة وجودك في الفعاليات والتغطيات اكسبتك معارف كثيرة واصدقاء حواليك. راح نشوف ايش قالوا عن حمزة طالب في هذه التقرير من اعداد خديجة الكوهجي، وراجعين نواصل حديث. طبعا حمزة طالب من المصورين البحرينيين اللي اقل شيء نقول عنهم مبدعين. طبعا نشوف صوره في الفيسبوك وينشرهم في المواقع الالكترونية. طبعا حمزه كل فعاليه نروحها لازم اول واحد قبل الناس اللي يجون يطلعون الفعاليه هو موجود يصور، طبعا متواجد من قبل لاخر شيء. وسبحان يعني ما شاء الله عليه قبل ان اوصل البيت لصور نازلين، يعني ما شاء الله عليه. حمزه راح يكون من عمالقه التصوير في العالم العربي ان شاء الله. حمزة من الناس المميزين اللي تعرفت عليهم من خلال التصوير الفوتوغرافي. يمكن عرفته كنت وايد أشوفها في تغطيات، كنت أي تغطية تقريبا أروح ألاقي حمزة موجود. ما شاء الله عليه متميز في التغطيات ومبدع، يمكن يختار زوايا حلوة في التغطيات، هاي سبب نجاحه وسبب تطوره. واتمنى له كل التوفيق الصراحه. وحمزه من الناس اللي افتخرنا ان تكون بيني وبينه معرفه، واتمنى له التوفيق. اشوف حمزه في تغطيات المؤتمرات اللي تصير في البحرين، تغطياته حق الفعاليات اللي تصير في البحرين، مثلا الفعاليات اللي تتبع حق المؤسسه العامه للشباب والرياضه، او الفعاليات اللي تتبع حق مثلا المؤتمرات الشبابيه اللي تصير في البحرين. فشفنا كنت اشوف صوره واتابع اخباره الصور اللي طبعا ينزلهم في الفيسبوك. ف يعني الاولي عنده كم من صوره، وصراحه وايد عجبوني الصور اللي صورهم. ان شاء الله انه يتم على هالتميز واحسن، وان شاء الله دام الحين في تغطيات مؤتمرات داخل البحرين، ان شاء الله بعدين يتم على يعني يروح حق تغطيات برا على البحرين على مستوى الخليج ومستوى الوطن العربي ان شاء الله. حمزة طبعا مؤخرا صرت اشوفه دائما في البرامج اللي مثل اللي احنا موجودين فيها الحين، الانشطه الشبابيه، في اعراس الاصدقاء دائما يصور اعراس ربعنا، ودائما يكون متواجد في الانشطه الشبابيه في الاشياء الثقافيه، ودائما اشوفه الحين يغطي مع كاميرته. يعني يمكن شفنا حمزه يعني بعض في هذه تقرير عن بعض الناس والاصدقاء ايش قالوا عنك، غير الصداقات ايش طاف لك وجودك في الفعاليات وتصويرك تغطيتك للفعاليات؟ وجود في الفعاليه دائما يعني المصور اذا يبي يحكي قصه يكون متواجد من اول فعاليه او حتى من قبل بدايه الفعاليه لنهايتها. من الناس اللي تحرص ان تكون من اللي احرص ان اكون موجود اي فعاليه، يعني اذا بعطيها قصه كامله لازم اكون موجود قبل واطلع اخر واحد. طبعا الوجود هذا مجرد الوجود، وانت تتابع ما خلف الكواليس، ما امام الناس، يعني امام الجمهور كل حدث، فهاي بعد يعطيك فكره انك انت يعني انت تقول اول ما تطلع فعاليه انا اقدر انظم نفسها. يعني الفعاليه ما هي صعبه، يمكن احتاج بس مجرد اجهزه او احتاج بعض الاتصالات وكذا وخلاص اقدر انظم الفعاليه. يعني فهي تعطيك فكره كامله شامله عن الحدث يعني اللي صار. يعني ذكرت خلف الكواليس وذكرت امام الناس، يعني
في الفعاليات اللي تصير هي متعددة الاتجاهات، تحتوي على عناصر عديدة، سواء الجمهور هم مقدمين بستيج باكستيج. شنو أكثر شيء، أكثر مكان نشوف فيه حمزة في الـ؟ والله ما أكذب عليك، ما تواجد في مكان واحد، دائما تحرك. حتى يعني مرة واحد قال لي أنا تاني شايفك هنا، شايفك هنا. يعني ما يشدك شيء معين مثلا تكون وراء الكواليس أو قدام؟ لا، أنا اللي شدني في الفعالية أني أنا أمسك شنو، أني أمسك تعابير. مثلا لما أشوف، خلينا نقول لما أشوف فرحة مثلا واحد من المنظمين استانس أنه هو مثلا يعني أنجز شيء، أو مثلا حتى لو كانت في هوشة مشادة بين اثنين بعد أصورها، يعني ما أخلي لقطة، طبعا هاي يكون بعيد شوي بعيدي يعني. ما تجرب إيه، فأي لقطة يعني تحكي عن يعني عن تواصل أو شيء بين المنظمين بين الجمهور بين هذه، دائما أحرص أنه يعني أخذ هالصورة. يمكن يعني إذا نقدر نشوف واحدة من الصور اللي صورتها، ما أتمنى أنا نقدر نشوفها الكاميرا ولا؟ والله هاي صورة السلطة اللي سوى لنا شيء في يوسف الحين يعني. إيش معنى اخترت الأكل يعني؟ ما لأنه ما شاء الله ما خلوا شيء من هذه الذكرى يعني. سكت. هذه طبخة الشيف يوسف، كاميرا حمزة طالب. حمزة يعني اليوم أنت يعني ما شاء الله عليك اليوم صرت معروف، الشباب يعرفونك، وجودك في الفعاليات اللي تصير في المملكة والتغطيات، وين حاب توصل في هذا المجال؟ وشلون حاب تكون في المستقبل؟ حاط فكرة معينة في بالك، مجال معين، ولا تم كذي بس؟ لا والله بالعكس، انا يعني امنيتي في التصوير اني انا يعني ان اصور صورة والعالم كله يشوفها. يعني ما ابي اكتفي ان يعني فقط نصف البحرين او فقط ربع على الفيسبوك، لا ابي العالم كله يشوفها. يعني احاولت وما زلت احاول ان احاول اني احصل على صورة واقدر بهالصورة اني يعني افتخر وانا اعرضها للناس كلهم في العالم. ما يهمني ان احصل من وراها جائزة او احصل من وراها شيء، كثر ما يهمني ان هذه الصورة تبقى يعني ما نقول تبقى مطبوعة، يعني في يعني يبقى لها يعني يبقى لها أثر في نفوس الناس اللي شافت الصورة وما تنساها. شنو يعني اللي معطل هذا الموضوع؟ هل الحين ما حسيت إن أخذت الصورة، ولا مو عارف شلون توصلها للعالمية؟ والله يعني هو الاثنين، يعني هي العالمية تحتاج إلى يعني تحتاج إلى تواصل، يعني تحتاج إنك توصل إلى وكالات أنباء، وهاي شيء اللي أنا الحين لاقي فيه صعوبة إني أتواصل مع وكالات أنباء عالمية. من ناحية ثانية طبعًا أي شخص يقول دائمًا يشوف شغله يشوف دائمًا لا أنا أقدر أسوي أحسن من كذي، أقدر أسوي أحسن من كذي، يمكن يكون عندك رصيد بس تقول أبي اللقطة الأفضل يعني، وتنتظر اللقطة اللحظة المناسبة على أساس إنك تعرض يعني. إن شاء الله تي هذه اللحظة، إن شاء الله توصل صورك للعالمية. حمزة طالب كل الشكر لوجودك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا.